3/5 كانون 2023، حلقة جديدة من لبنان اليوم. بيسعدني رحب بكل المشاهدين يلي انضموا لنا بهيدا التوقيت لمتابعة الحلقة من برنامج لبنان اليوم، وفيها قراءة للتطورات طبعا في غزة وفي لبنان مع ضيفي يلي بيسعدني اني رحب فيه، دكتور وليد صافي، استاذ الدراسات العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية، وايضا الكاتب بالانباء الإلكترونية واساس ميديا. دكتور وليد صافي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك دكتور. البداية بالقضية الفلسطينية بتطورات الحرب بغزة، يعني مع الأسف نحن 59 يوم شهرين وحرب الإبادة مستمرة. اليوم في تصعيد جديد، الجيش الإسرائيلي بلش توغل بري بالجنوب، الجنوب يلي كان عم ينزحوا إلي سكان الشمال على أساس أنه هو المنطقة الآمنة، اليوم القصف على الجنوب. يعني برأيك هل هالمسار الحرب مين رح يوقف آلة القتل الإسرائيلية؟ شو المدى الزمني؟ شو المطلوب؟ شو اللي بدها تحققه إسرائيل؟ شكرا نوال أولا لاستضافتك، وتحية لكل المشاهدين مشاهدي الحلقة. بالحقيقة سؤالك بيتمحور حول مسألتين، يعني حول انهيار الهدنة، ليش انهارت الهدنة، وحول مدة الحرب. في موضوع الهدنة، إذا تبعتي القياديين، قادة إسرائيل، عسكريين وسياسيين، نتنياهو وأعضاء حكومة نتنياهو حكومة الحرب قبل الهدنة وعند توقيع اتفاق الهدنة وأثناء الهدنة، كان في تذكير على طول من المسؤولين العسكريين والسياسيين والأمنيين أن الحرب ستستمر على غزة، وأنه أهداف الحرب ما زالت قائمة دون أي تعديل بأهداف الحرب. ومثل ما بنعرف أنه أهداف الحرب كانت معروفة بالنسبة لإلهم، أول هدف قضاء على حماس، تقويض قوة حماس، القضاء على حماس، وثاني هدف هو استعادة المخطوفين أو الأسرى لدى حماس. علما أنه إذا راجعنا شوي سياق الحرب، لم يتمكن نتنياهو في كل هذه الآلة العسكرية والدمار والاستهداف المدنيين والتدمير الوحشي لغزة والذي يخالف كل قواعد قوانين الحرب والقوانين الدولية، لم يتمكن من خلال هذه الآلة ومن خلال هذا التدمير من تحقيق يعني أي تقدم على موضوع الأسرى، سوى من خلال الهدنة اللي بتعرف يشتغلوا عليها ثلاث دول، الأمريكيين بالتحديد عبر جهاز عبر CIA والاستخبارات القطرية والاستخبارات المصرية، كانت طبعا بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية، كانوا مجندين هذه الاستخبارات للهدنة. الهدنة كان يعني ليش انهارت الهدنة، هي أولا نتنياهو لم يكن يرى في الهدنة أي يعني مصلحة سياسية لإله، بالعكس هو أخذ وقت كتير لوافق على الهدنة تحت الضغوط الكبيرة، ضغوط أهالي المخطوفين، أهالي الأسرى، اضطر يستجيب لهدنة مؤقتة. وطبعا كان في تأييد من الجيش، لأنه الجيش الإسرائيلي شعر بحاجة لفترة محددة. انهيار الهدنة أو نهاية الهدنة لم يكن مفاجئا لأحد. السؤال الثاني المتعلق بمدة الحرب، بالحقيقة أول ما بلشت الحرب نتنياهو أخذ غطاء أمريكي كامل وانحياز أوروبي، ليس فقط بالحرب على غزة، أخذ غطاء أمريكي مطلق بتدمير غزة، وشفنا يعني النتيجة 16,000 ضحية مدنية، نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن. طبعا تدمير 20 مستشفى أخذ وقصف تغطي المدارس، أخذ تغطية أمريكية بالعملية البرية، لأنه العملية البرية كما نعلم بدأت ب 25 تشرين الأول، تقريبا بعد 18 يوم أو أقل شوي من عملية طوفان الأقصى. مدة الحرب للأسف نهاية الحرب ما زالت المبادرة بإيد الأمريكيين والإسرائيليين. الأمريكيين والإسرائيليين. ولكن اليوم الإعلام، يعني تصاريح المسؤولين الأمريكيين
مثل كأنهم هن يعني مع وقف إطلاق النار. أنا بيرجعوا بيحكوا بحل الدولتين. ما بعتقد إنه الأمريكيين لحد هلق إدارة بايدن قررت يعني إجراء الضغوط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب. أنا بعتقد حسب تحليلات وحسب المعلومات الوردية بالصحافة الأجنبية وبالصحافي يعني الإسرائيلية، الضوء الأخضر ما زال قائما. في حكي أنه ما زال قائما الضوء الأخضر حتى مدة شهر، بينما الإسرائيليين تصريحات وزير الدفاع والمسؤولين العسكريين عم بيقولوا شهرين وربما أكثر. إذن للأسف نحن بتعرفي قرارات مؤتمر القمة الرياض اللي حضروها 57 دولة عربية وإسلامية، انبثق عنها لجنة برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية يعني للبحث بموضوع وقف إطلاق النار وعدد من طبعا القضايا التي أثارتها القمة. حتى الآن يعني مضى حوالي شهر على القمة وبعد ما في أي نتيجة، ما قدرنا نشوف أبدا أي نتيجة عملية من هذا التحرك العربي الإسلامي للضغط لوقف إطلاق النار. ممكن بعض الإنجازات حصلت فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ولكن للأسف ما زال قرار وقف الحرب، المبادرة بقرار وقف الحرب بإيد الإسرائيليين وبإيد الأمريكيين. لأن الأمريكيين هن اللي عم بيسلحوا إسرائيل. أي متى إدارة بايدن يعني ستضطر أو ستجد من مصلحتها بالنتيجة بغض النظر عن مصالح إسرائيل دعم وقف إطلاق النار أو الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. عندك نقطة تانية كمان للأسف نقول المجتمع الإسرائيلي ما زال مؤيدا للحرب على غزة. طبعا ما زال مؤيدا للحرب، وليس للحرب فقط على غزة، لقتل الفلسطينيين. يعني فيش تمييز بين حماس وغيرهم من نشوف المستوطنين وهجومهم وتسليحهم على حتى الضفة الغربية. عم نشوف شو عم بيصير بالضفة الغربية. نعم، لكن اسمح لي دكتور هون اتوقف عند الموقف الامريكي، لانه يعني الاسبوع الماضي وقتها كان وزير الدفاع الامريكي باسرائيل وكان عم يعمل مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الامن الاسرائيلي. وزير الامن الاسرائيلي قال انه كان بعدها هدنه، يعني قبل ما تخلص الهدنه يمكن اخر يوم، قال انه نحن رح نرجع نستمر بحربنا لاشهر. هون وقف وزير الدفاع الأمريكي على الهواء وقال له مين قالكن عنكن مهلة شهر؟ وكأنه يعني الخلاف على الوقت مش على الحرب. صحيح، في خلاف على الوقت، لأنه الأمريكيين كمان رغم ما أنهم أعطوا الغطاء والضوء الأخضر لنتنياهو لتدمير غزة عندهم انتخابات، يعني عندهم جاي في مصالح لإدارة بايدن جاي على الانتخابات، وتخشى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ليس بمصلحتهم. اليوم امبارح في تصريح من البيت الأبيض بيقول أنه ما فيش مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية أنه تتوسع دائرة الحرب. كل ما طالت الحرب كل ما صار في احتمال تتوسع دائرة الحرب. أكيد. وشايفين نحن أنه الأمريكيين لحد هلق لا تجد إدارة بايدن مصلحة بتوسيع الحرب، من شان هيك عم نشوف في تناقض واختلاف بوجهات النظر، علما انه نتنياهو وحكومته خلينا نقول الثلاثي الموجود الاساسي بالحكومه الثلاثي كمان نتنياهو غانتس وغالانت هن اللي عم يقرروا تقريبا طبعاً مسار الحرب مع الجيش مع رئيس اركان الجيش. يبدو انه الثلاثه عندهم مصلحه باستمرار الحرب. أكيد. لانه بعد الحرب في اسئله كثير راح تنطرح وفي حساب لنتنياهو بتعرفي يعني بتشوفي بتلاحظي شيء بالرأي العام الإسرائيلي بالصحافة الإسرائيلية بالفعل. سيواجه الأسئلة الصعبة نتنياهو بعد الحرب حول مسؤوليته عن عملية سبعة تشرين. أكيد. كمان يعني نتنياهو بتصريح الأسبوع الماضي قال أنه نحن في خلاف مع الأمريكيين ولكن غالبا ما نقنعهم بوجهة نظرنا، يعني ما ردوا عليه حتى الأمريكيين بهالنقطة. شوفي اليوم الأمريكيين أكيد في بعض الاختلافات يعني، بس في اتفاق واضح، يعني اتفاق واضح بين الأمريكيين والإسرائيليين على تدمير حماس. طبعا واضح. وما بعرف قديش امبارح الرئيس الفرنسي
بمؤتمر صحفي بدبي بقمة الكوب 28. شو قال؟ يعني عم يراجع كمان حساباته، تغير خطابه حتى عم يراجع حساباته طبعا، حتى بلشنا نسمع حكي عن أهداف الحرب، إذا كان هالأهداف واقعية بتدمير حماس واهية. أو قضاء على حماس، كيف ممكن تقضي على حماس؟ يعني أوكي ممكن تحقق إنجازات ميدانية، تضرب البنية العسكرية لحماس وهذا ما يجري، ولكن بالنتيجة كيف بدك تقضي مع حماس؟ فكر حماس إيديولوجيا، حماس تيار سياسي فلسطيني طبعا خصوصا مؤيدين أكيد من الشعب الفلسطيني، يرى الشعب الفلسطيني يرى في حماس مقاومة للاحتلال، ولا يرى فيها مثل ما الأمريكيين أو الإسرائيليين بيشوفوا فيها أنه هي منظمة إرهابية، حركة مقاومة. طبعا هي حركة مقاومة، لذلك عم نشوف. ولما حاول الأمين العام للأمم المتحدة يقول 27 إلى أسباب، وهون في شعب حملة اللي جرت عليه حملة، يعني بعد شوي يعني دعوا للاستقالة، عشوي طلع معادي للسامية كمان، يعني كل من يتنفس. ما شفنا أصلا وسائل الإعلام العالمية، يعني أهم الوسائل العالمية البي بي سي، سي ان ان، أهم الوسائل العالمية كيف انجرفت مع السردية والرواية الإسرائيلية أنه حماس بتساوي داعش، وأنه ارتكبت حماس ما ارتكبته داعش، ولاحقا تبين الأكاذيب. نتنياهو كذب على الرئيس الأمريكي نتنياهو أنه في أطفال قطعت رؤوسهم وفي نساء اغتصبت، ولاحقا تبين كمان أنه في عدد من القتلى المدنيين الإسرائيليين قضوا بسلاح بطوافات الجيش الإسرائيلي، مش ونجحت حماس بعرض فيلم عن الفيديو عن الموضوع، عندما بينت حجم الدمار وحجم والجثث المحترقة، أنه هذا السلاح اللي كان مع المقاتلين حماس يوم عملوا عملية 27 ما بيقدر يعمل هذا المستوى. على كل اعترفت إحدى المجندات الإسرائيليات بالموضوع، لما قالت إحدى المجندات الإسرائيليات كمان بحديث لوسيلة أجنبية، قالت أنه إيه هن بلشوا يقصفوا لأنه كمان ضاعوا هون، وهني كمان يعني استعملوا سلاح ومات فيه جنود إسرائيليين. أكيد كان في لمدة 24 ساعة وأكثر شوي في إرباك وفي ضياع طبعاً. لاستعادة المبادرة، لاستعادة الجيش الإسرائيلي المبادرة في حوالي 48 ساعة من الإرباك، وضحايا كتير سقطوا إسرائيليين بسبب يعني بمعدات وأسلحة الجيش الإسرائيلي. مش حماس اللي قتلتهم كما حاول يسوق. على كل كان هو تدعيش حماس قمة الاستغلال السياسي لعملية 27، أكل هاي الدعاية، وكأنه نتنياهو كان يعني ينتظر تلك الفرصة، خدمت مستقبله السياسي، كان رايح على المحاكمة، كان ينتظر تلك الفرصة. تدعيش حماس كان هو استغلال سياسي للحصول على ضوء أخضر أمريكي وأوروبي وعالمي لشن هذه الحرب وتهجير الفلسطينيين. أنا ما زلت مقتنع حتى اليوم، يعني المعركة ليست معركة القضاء على حماس أبدا، هو القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية وتهجير الفلسطينيين. يعني من يتابع صحافة الإسرائيلية، المعلقين صحفيين بإسرائيل بيشوف التوجه، يعني وفي للأسف في التوجه اليوم، توجه المجتمع الإسرائيلي غالبيته اليمين المتطرف، وسمعنا كثير من تصريحات مسؤولين بحكومة حرب نتنياهو دعوة إلى تهجير الفلسطينيين. بالفعل دعوة إلى تهجير الفلسطينيين، وبرأيي أنا يعني إذا بشوف الواحد المشهد اليوم بيشوف بيراجع العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وبيراجع طبعا المخططات اللي جرت من 93 لليوم، كلها كانت عم تدور بإطار تقويض أي حل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين أو يؤدي بالفعل إلى قيام دولة. بما فيها المناهج التربوية اللي بيعلموها للأطفال اليوم، حكومة على سيرة المناهج التربوية، اليوم حكومة نتنياهو بتعرف الحلف الأساسي فيها لليمين المتطرف، وكل نتنياهو أسير هذا التحالف اليمين المتطرف طبعاً. بحكومته بتصرف أموال طائلة، بالصحافة الإسرائيلية بيعملوا نقد عليها، تصرف أموال طائلة على المدارس الدينية لهذه الأحزاب، واللي في
في شغلة غريبة عجيبة، هالمدارس الدينية لا تدرس لا الفيزياء ولا الرياضيات ولا العلوم، بتركز على المواد الدينية. شوفي الجيل الإسرائيلي اللي بده يربى بهذه المدارس، بهذه التربية الدينية وتربية دينية. طبعا هن شعب الله المختار، تربية دينية، أرض الميعاد وإلى آخره، وما سيتبع لاحقا من يعني مواقف سياسية ومن مشاريع سياسية لن تقبل بوجود دولة فلسطينية. وبدهم يحاولوا باستمرار هذا اليمين المتطرف تقويض أي حل سياسي أو أي مسار لبناء دولة فلسطينية أو لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. يعني مثل ما قلت حضرتك، الهدف المعلن كان تحرير المخطوفين وأيضا القضاء على حماس. عم تشوف على أرض الواقع حماس بعد لليوم قدرة صواريخة توصل لتل أبيب، حتى بالميدان يعني بجغرافيا القطاع عم تعمل عمليات كمان تكبد إسرائيل خسائر. ومثل ما قلت حتى الرئيس الفرنسي كمان بلش يغير خطابه، موضوع القضاء على حماس يعني هو على أرض الواقع يبدو أنه مستحيل. مستحيل، هو انطلق نتنياهو من هدف، أحد الهدفين على أرض الواقع يعني في علامات استفهام كتير كبيرة. أولا في موضوع تحرير المخطوفين، لحد هلق بعد حوالي شهرين المخطوفين لحد هلق بعد 59 يوم ما استطاع تحرير أحد الرهائن أو المخطوفين أو الأسرى إلا بواسطة الهدنة والمفاوضات السياسية لقدرة ثلاث أجهزة أمنية مثل ما قلنا مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. النقطة الثانية هي هدف القضاء على حماس، أوكي حقق بعض الأهداف الميدانية على الأرض، وربما شل قدرة حماس على المواجهة في شمال غزة. ما زال عنده ثلاث مناطق بغزة لم يستطع السيطرة عليهم على فكرة حتى الآن، وما تزال بهاي ثلاث مناطق حماس، بكرم الزيتون، بجباليا، بالشجاعية، ما تزال حماس يعني تملك المبادرات وما تزال تقاوم. هلا سؤال الحرب بالجنوب، هو انتقل قسم قطاع غزة هلا إلى ثلاث مناطق، شمال أوسط عسكرية وجنوب. شمال القطاع الأوسط والجنوب، يبدو أنه انفتحت معركة الجنوب اليوم، معركة الجنوب، معركة خان يونس. بالأساس قبل الهدنة كان عم يتحضر، ويمكن واحدة من أسباب الهدنة أنه أخذ نفس الجيش الإسرائيلي ليستعد لمعركة خان يونس. معركة خان يونس عنده في تحديات كبيرة. أولا المعركة بالنسبة لحماس بخان يونس بالجنوب بالتحديد هي معركة يا قاتل يا مقتول بالنسبة لحماس، يعني رح يكون رح مقاتلين حماس مثل ما قلنا معركة يا قاتل يا مقتول، ما عندهم أي منطقة يرجعوا ينسحبوا لإلها، بالعكس سيكون على رفح، حدود رفح. أي وهناك سيكون طبعا في على حدود رفح الوضع، أكيد الوضع كمان لن يكون في مصلحة مقاتلي حماس. إذا بدوا يستقتلوا مقاتلي حماس بالدفاع عن خان يونس وعن الجنوب. نقطة تانية، لدى طبعا الأسرى الروس الكبيرة العسكرية بإيد حماس طبعًا. موجودة في الجنوب. شو بده يعمل الجيش الإسرائيلي؟ راح يدمر الأنفاق والأسرى فيها، إذن في مأزق راح يوصل له. رغم هذا التدمير الوحشي اللي عبيطال المدنيين، وأنا بيطلعوا الأمريكان بخبرية أنه هن عم يطلبوا من الإسرائيليين أنه تفادي إيذاء المدنيين، شوية بيرجعوا بيقولوا أنه مش متأكدين أنه إسرائيل عم تأذي المدنيين. صحيح. يعني كله بشكل غطاء. حتى مستشفى المعمداني، يعني مستشفى المعمداني الرئيس بايدن لما كان بتل أبيب قال أنه صار يحاول يقول أنه قصفت بصاروخ الجهاد الإسلامي. يعني حتى الوقائع الأمريكا عم بيحاول أنه يمارس تعمية. بديش زكى كتير واحد لا يحلل لي ضرب البنية التحتية المدنية، المدارس، المستشفيات، كل الخدمات، الماء، الكهرباء، قطاع الاتصالات، ضرب مقومات الحياة كرمال ما يبقى في إمكانية للحياة، مش كرمال ما يبقى فقط،
كرمال كمان ما يرجع بعدين. وهون بعدين إذا بدك نفوت على النقطة مرحلة ما بعد الحرب، يعني نتنياهو لا يريد بمرحلة ما بعد الحرب إعادة إعمار غزة، يعني ما بده أي يعني مقومات للحياة يرجع عليها. هو دمر مقومات الحياة الحياة بغزة، ورح يمسك هاي الورقة، ورقة إعادة الإعمار، إعادة إعمار غزة لمنع عودة الفلسطينيين على شمال غزة. يعني بس هون سيناء يعني مصر رفضت أنه يروحوا على سيناء. الرئيس المصري هون اعتبروا هيدا خط أحمر بمس بالأمن القومي، وكمان السعودية رفضت، يعني الأردن رفض، وبالتالي كيف قادر يحقق هيدا المشروع؟ هو كتير منيح الموقف السعودي العربي المصري الأردني في رفض التهجير، لكن ليس كأفهم. ولكن من ناحية العملية، من ناحية العملية نحن يعني إجا الوقت برأيي أنا نبتعد شوي من الماضي ومن الدروس. خدي موضوع طب، نحن العرب أقرينا مبادرة الأرض مقابل السلام بقمة بيروت، ماذا فعلنا عمليا؟ ما هي القرارات العملية؟ ما هي الإجراءات العملية؟ ما هي الأوراق التي استخدمناها عمليا لا الوصول إلى الحل اللي نحن تبنيناه؟ على العكس، بالعكس بعدين قلبنا عليه. قصدك حل الدولتين يلي هيدا أعلى شيء. يعني أنا أعطي المثل لأقول أنه نرفض دايما، ولكن أو منحط بعض الحلول، ولكن ما منرافقها باستخدام للأوراق. يعني أنا عندي سؤال، ماذا استخدمت مصر حتى الآن من أوراق كي تحمي أمنها القومي في منع تهجير الفلسطيني؟ اعتبر الرئيس المصري شو عنده أوراق تحملها وهي اليوم كمان عندها الأزمة الاقتصادية وهي بحاجة لدعم الولايات المتحدة وصندوق النقد وغيره؟ في عنا أوراق، راح خليك شغل. هلا نبلش بورقة مش صغيرة، مهمة. المصريين، المخابرات المصرية تعرف الوجع الموجود بإسرائيل في موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. انخرطت الاستخبارات المصرية مع الاستخبارات الإسرائيلية والقطرية والأمريكية بالتوصل إلى هدنة للإفراج عن المخطوفين. هل أخذت مصر أي ثمن تجاه هذا الموقف يتعلق مثلا؟ ربما أخذ الثمن يتعلق بالمساعدات اللي شفناها، وتيرة المساعدات طبعا تكثفت، كبرت شوي وتيرة المساعدات. ربما الوقود، موضوع الوقود اللي دخل لغزة، على فكرة موضوع الوقود كمان بيطرح سؤال حول الأوراق الموجودة عندنا. تصور إسرائيل هي تستورد النفط من بعتقد من بلدان بآسيا الوسطى وغيرها، عبر تستوردها عبر الأنابيب إلى المرافق الإسرائيلية. تصوري أنه إسرائيل تستخدم ورقة الوقود ضد الفلسطينيين، ونحن مش قادرين نستخدم أي ورقة تتعلق بهذا المجال للضغط على إسرائيل. أنا طبعا بعرف أنه يمكن الظروف اليوم غير مؤاتي أو ظروف مختلفة عن القرار اللي اتخذه الملك فيصل عام 73 باستخدام النفط كسلاح سياسي. يمكن موازين القوى الظروف تغيرت، وعلى فكرة قتل على خلفية القرار الملك فيصل، تم اغتياله. ولكن أنا بدي أقول شغلي أنه يوم اللي حصل ضغوط على المملكة العربية السعودية، ضغوط أمريكية لرفع إنتاج النفط، صحيح. رفضت المملكة وصار فيه تقريبا بأوبك بلس تنسيق على أعلى المستويات بين المملكة وبين روسيا على رفض خيار زيادة الإنتاج، وبالعكس قلصت المملكة مع الروس الانتاج، مضطر الولايات المتحدة لأنه هي تكثف من الانتاج. لوصلك لنقطة أنه لما نستخدم أوراقنا بحدود معينة، اضطر بايدن يركب بالطيارة ويجي ويسلم على ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، ويبكل جاكيته قدام محمد بن سلمان لما نستخدم بعض الأوراق. وبالتالي لم ينجح أنه، وما زالت المملكة عبت
ماشي بسياسة تخفيض الإنتاج. إذا نحن عندنا أوراق كثير نلعبها، خذي الأوراق المتعلقة بالممرات الاقتصادية بس هالممرات كمان مستفيدة منها الدول العربية والخليجية تحديدا ومن الممر الهندي. مش مختلف معك إنه مستفيدين منها، ولكن بنفس الوقت كمان نحن لازم نغلي سعرنا، يعني لازم كمان العرب، خذي موضوع الممر الهندي، خذي اتفاقيات ابراهام، كلها محتاجه لمين؟ للجغرافيا السعوديه. يعني لن تمر هذه اذا بدك المشاريع والممرات بدون الجغرافيا السعوديه. اذا نحن مش ضعاف العرب، لدينا اوراق نستعملها. السعودية والإمارات وغيرها. سؤال كيف بنستعملها؟ أي متى الإرادة السياسية على استعمال هذه الأوراق؟ وحان الوقت يعني أنه نستعمل جزء من الأوراق اللي حتى نكون على الطاولة. عم نحكي عن مبادرة وقف إطلاق النار أو وقف الحرب. طيب هل يعقل أنه المبادرة بعد 59 يوم بعد شهرين صحيح ما زالت بإيد أمريكا وبإيد إسرائيل؟ نحن ما عندناش ولا أي دور، ما عندناش ولا أي دور فعال، ما عندناش ولا ورقة نستعملها لوقف الحرب اللي صارت معروفة، يعني حرب لتهجير الفلسطينيين وليست للقضاء على حماس. طبعا هيدا حلم قديم وعم يتجدد هلا ولقيت منه، وربما كمان ذريعة كان طوفان الأقصى 27 ذريعة لتنفيذ هذا الهدف. ومثل ما قلت اليوم القصف وطبيعة القصف وتدمير أي مقومات للحياة حتى بعد انتهاء الحرب هو دليل على أنه في مخطط لتهجير الفلسطينيين. ولكن هل فلسطين اليوم تشبت بأرضه وعم بيموت؟ يمكن آخر شيء كمان ما بقى عنده خيار. يعني شفنا دفعة استقبلتها الشيشان ولو كانت يعني دفعة صغيرة وهي هيك لأهداف إنسانية، ولكن يعني هي كمان مؤشر بهيدا التوقيت، يعني ربما أنه الفلسطيني كمان. شوفي أنا برأيي الفلسطينيين شعب استفاد من تجاربه، شعب مقاوم، شعب مناضل، وفي إصرار فلسطيني على البقاء بفلسطين. ليش؟ لأنه تعلموا من تهجير من نكبة 48. شو قيل للفلسطينيين؟ أنه مؤقت رحيلكم، أنه اطلعوا مؤقتا والجيش الإنقاذ العربي سيأتي، وجيش الإنقاذ العربي لم يأتي لإنقاذ الفلسطينيين، وبالتالي تهجروا الفلسطينيين، تهجروا بداخل أراضي الفلسطينية. عندك مخيمات بالضفة الغربية، عندك مخيمات بقطاع غزة، وتهجروا على مناطق أخرى، لبنان، سوريا، الأردن. بالفعل. أنا برأيي صار أمر واقع، الفلسطينيين لن يكرروا هذه التجربة، والعكس صمدوا حتى الآن ورح يصمدوا، ولكن لازم يلاقوا موقف عربي فعال أكثر. ما أنا عم نحكي يعني ما نكتفي فقط بالتصريحات والبيانات وقرارات القمم العربية والإسلامية، بدنا نشعر بمواقف عملية، بنشعر بأوراق عم نستخدمها حتى نكون موجودين فيما بعد بالتسوية اللي بدها تصير في مرحلة ما بعد الحرب. رح تنتهي الحرب شهر شهرين ثلاثة، آخر شيء رح تنتهي الحرب. طيب بده يصير في طاولة مفاوضات، بده يصير في حكي عن مرحلة انتقالية وعن حل الدولتين. بالمرحلة الانتقالية هون قبل ما أخذ البريك، يعني صار في حديث أنه ممكن قوة عربية دولية تدير القطاع. السلطة الفلسطينية رفضت رفض مطلق أنه تدير القطاع طالما إذا بقي الجيش الإسرائيلي. صار في نقاش، ويقال حتى البوليتيكو يمكن مبارحة ونشرت شيء أنه الأمريكان أصبح إدارة بايدن لديها تصور عن مرحلة ما بعد الحرب، من قبل وهون في خلاف بين الأمريكيين والإسرائيليين. لم لحد الآن رغم كل الموقف اللي وقفه بايدن على الآخر، إدارة بايدن وبايدن نفسه مع حكومة نتنياهو والمساعدات، وفتحت المخازن للجيش، مخازن الجيش الأمريكي للإسرائيليين، رغم كل هذا الموقف وكل المساعدات لم تستطع إدارة بايدن أن تنتزع من نتنياهو كلمة واحدة حول مرحلة اليوم التالي للحرب. لحد الآن نتنياهو يرفض بصورة مطلقة أي دور للسلطة الفلسطينية في المرحلة. السؤال لا يعني يرفض، نتنياهو لا يريد قيام سلطة فلسطينية لأنه بيعتبر قيام السلطة فلسطينية قوية وفعالة
هي الطريق إلى حل الدولتين. نعم. ونتنياهو أصلا هو بعد ما استلم بعد حكومة أولمرت بال 2006 حكم 12 سنة بها. ب 12 سنة شو عمل نتنياهو؟ قوض كل المحاولات، قوض كل أسس حل الدولتين ابتداء من الاستيطان. الاستيطان نوال كان بال 1993 وقت اتفاقيات أوسلو، كان الاستيطان تقريبا بالضفة الغربية 100 ألف فلسطيني، اليوم 800 ألف. اليوم 800 ألف فلسطيني. اشتغل نتنياهو، اعتبر نتنياهو أن الانقسام الفلسطيني، يعني حرض على الانقسام، دعم الانقسام، صحيح، حاول إبقاء الانقسام وغزة هذا واللعب الانقسام، وغدى ولعب على الانقسام. ليش؟ بحسب رأيه الانقسام بأحد الانقسام هو بيسبب، يعني واحدة من أسباب اللي قوضت حل الدولتين. بيعتبر هو أنه هيدا ورقة بإيد إسرائيل لازم تضل تستخدمها. هو أيضا استخدم، هو كان يقول للأمريكيين أو للجنة الرباعية بوقتها لما يحكي حدا معه عن حل الدولتين، ما فيش، ليس لدينا شريك فلسطيني. صحيح. هو بالمقابل قوض السلطة الفلسطينية، وهو كان شو يقول؟ ليس لدينا شريك، السلطة الفلسطينية ضعيفة وهو أضعفها وقوضها، وأنه حماس هي التي تريد القضاء على إسرائيل ومحو إسرائيل. في شريك في فلسطيني بده يقضي على إسرائيل، وفي شريك ضعيف بيقدرش يتحمل المسؤولية. لعب عليها أكثر من 15 سنة وصل لهذا الهدف نتنياهو، لوصلنا لمسار هدم كل الأسس المتعلقة بحل الدولتين. نعم طبعا. رح أتوقف مع فاصل، من بعده منتابع، ابقوا معنا. نستكمل هذه الحلقة مع ضيفنا يلي مرحب فيه عن جديد، دكتور وليد صافي، الأستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتور. يعني طبعا بالمسألة اللي كنا عم نحكي فيه، يعني من تداعياته ما يحصل في جبهة الجنوب يلي سماها حزب الله المساندة والإشغال، يعني مساندة حماس وإشغال الجيش الإسرائيلي على طول هذا الخط. ولكن اليوم يعني صحيح أنه البعض بيعتبر يمكن بعضنا ضمن ما يسمى يعني الردود المدروسة وقواعد الاشتباك، ولكن الحرب طالت، وفي حال طالت في غزة، في خوف حقيقي بلبنان أنه يصير في حرب شاملة. لبنان اليوم ما بيحمل هذه الحرب. برأيك يعني شو ممكن يصير هون، وهل ممكن نبقى ضمن هذه القواعد؟ شوفي نوال، للرد على هالسؤال نرجع لبداية الحرب. بداية الحرب إذا نتذكر على الطاولة لحكومة نتنياهو، حكومة الحرب، كان في خيار ضربة استباقية للبنان بالفعل، واللي منع هذه الضربة الاستباقية للبنان يقال أنه الأمريكيين رفضوا هذه الضربة الاستباقية لأنه مصالحهم تقضي هلق بعدم حصول حرب إقليمية كبيرة، لأنه عم بيواجهوا عدة استحقاقات عندهم، ومنها الانتخابات الرئاسية، وكان مفاوضاتهم مع إيران بهذا السياق القادمي. كمان هلق التقت مصالحهم الأمريكيين مع المصالح الإيرانية بعدم التوسع بالحرب، وكان كلام من أعلى المراجع بالجمهورية الإسلامية أنه بما معنى أنه يعني لن تنجر إيران إلى حرب إقليمية بسبب النزاع القائم بغزة. وطبعا الإيرانيين مثل ما بتعرفي شاطرين بحروب الواسطة وإلى آخره، وشاطرين أيضا بقياس يعني حساب الكلفة والعوائد، يعني العوائد الجيوسياسية اللي حصلت عليها إيران من وراء السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط كبيرة جدا. فلماذا ستخسر هذه العوائد في حرب؟ طبعا أكيد في حرب مجهولة، وميزان القوى فيها بعد انتشار المدمرات والبوارج الأمريكية في المنطقة، ميزان القوى يعني فيها ظاهر ليس لمصلحة إيران. نرجع للخيار الإسرائيلي اللي كان خيار يعني ضربة استباقية. ضربة الاستباقية ماذا تعني؟ ليست ضربة استباقية كمان لضرب البنية العسكرية لحزب الله،
ولكن ضربة استباقية قد تؤدي إلى تدمير لبنان البنى التحتية. تدمير البنى التحتية وسمعناها من وكل وزير تصريحهم سمعناها من وزير الدفاع الإسرائيلي وأخذ تنبيه من الأمريكيين عليها أنه وين رايح أنت لما قيل أنه مندمر بيروت مندمر بيروت ومنرجع للعصر الحجري وما إلى العصر الحجري وإلى إذن خيار توسع الحرب عند الإسرائيليين قائم ونتنياهو ممكن يقدم على هذا العمل حتى بخلاف الرأي يعني الأمريكي ممكن يغطس الأمريكيين بلحظة الأمريكي وإذا مصالحه السياسية ومصالح التلات اللي حكينا عنهم بحرب إقليمية في خطر الانزلاق إلى هذه الحرب يعني ممكن أن يورط أمريكا صحيح. بهذه الحرب المسألة الثانية اللي تعنينا نحن بالجنوب السيد أمين عام حزب الله سيد نصر الله بخطابه الأول بعد عملية 27 حدد المسار تقريبا واضح أنه لبنان دولة مساندة وهو راح يساند لها بغض النظر يعني أي بيرجع لحزب الله وبيرجع لحماس يدرسوا قديش يعني هالمساندة عملت عوائد مهمة أو استفادت من حماس ميدانيا بقطاع غزة هذا شأن عسكري يعني للدرس بين بعضهم ولكن في نفس الوقت شفنا في تقريبا انتباه وحرص على الالتزام بقواعد الاشتباك حتى اللي عم يحاول يطلع عن قواعد الاشتباك الإسرائيليين وهون بقصف المدنيين وهون في نقطة لازم يعني المشاهدين نوصلها للمشاهدين ونتنبه لها بلبنان لأنه النوايا بعد الهدنة نوايا الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة وبدء معركة الجنوب بغزة معركة خان يونس القرار الإسرائيلي باستخدام قوة نارية أكبر من المرحلة الأولى نعم. على جبهة لبنان وهو بدنا ننتبه النقطة الثانية اللي بدأ انتباه كمان على مستوانا أنه الجنوب أن لا يتحول الجنوب ندخل بفوضى يعني تعدد الرؤوس بالجنوب وشفنا بعد بيان حركة حماس بالأمس حاولت توضحه ولكن في الأمس يعني هذا يفتح المجال والمسار على فوضى في الجنوب هذه الفوضى هذه الفوضى قد تؤدي إلى انزلاق الوضع وبالتالي في عندنا كمان نقطة ثالثة بدنا ننتبه لها يعني أي حادث خارج السيطرة قد يقود إلى حرب يقود ولو كان أصحابها ما بدهم هلق على المستوى اللبناني على المستوى في إجماع تقريبا من المسؤولين وحتى يعني المسؤولين لدى حزب الله إنه لبنان لا يتحمل في هذه الأوقات الحرب لأنه أول شيء عندنا في فريق دستوري فريق برئاسة الجمهورية حكومة تصريف أعمال وعنا وضع اقتصادي طبعا واصلك وعندك مجلس النواب معطل يعني في شلل بالمؤسسات الدستورية الثلاثة من رئاسة الجمهورية الفريق حكومة تصريف أعمال مجلس النواب مشلول عمليا بعمله وفي عنا الأزمة المالية والاقتصادية وفي عنا تداعيات الأزمة وقدرات الدولة على تعبئة الحرب دخول بحرب بدأت الدولة لما بدأت تدخل بحرب بدأت تعبئ مواردها البشرية والمالية والعسكرية والاقتصادية وغيرها طبعا هي خطة الطوارئ وما لأولى تمويل يعني وهذا شيء صحي 100% كان ضيق يعني نحن بوضع لا يسمح أنه ننزلق لحرب أفضل شيء يعني بالحديث عن القرار 1701 في محاولات هلأ لتعديله في ضغط دولي لتعديله شوفي تعديل 1701 بعتقد أنا مش أمر مش واقع لأنه هذا بيتطلب هو صادر عن مجلس الأمن بآب 2006 كان في إجماع بمجلس الأمن على القرار 1701 خصوصا لدى الدول الدائمة العضوية الخمسة اليوم ما في إجماع على تعديل القرار تعرفي أنت المناخ السياسي المتوتر القائم في العلاقات الأمريكية الروسية والأمريكية الصينية لا يسمح بتعديل أي قرار على هذا على هذا المستوى ولكن في مصلحة للبنان بالالتزام بال 1701 على الأقل بالشق المتعلق يعني على الأقل بالشق المتعلق بوقف إطلاق النار طبعا أكيد بوقف إطلاق النار لأنه لبنان كما ذكرنا
نحن حاليا الوضع بلبنان صعب وما فينا نفوت بحرب. النقطة الثانية انه نحن لاحقين بعدين اذا انطرح شيء بيتعلق بال 1701 هذا يحتاج بده يكون صار في انتخاب لرئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ساعتها بده لبنان كمان يطالب بحقوقه، وبعتقد ساعتها رح يكون في على الطاولة، يعني رح تنطرح فيما بعد هون داخليا موضوع المزارع على لا مش بس أكيد موضوع يعني ما فيش حل، يعني مش ما ممكن يحصل حل في المستقبل انه والله منطقة آمنة ليرجعوا سكان شمالي يعني فلسطين المحتلة عليها منطقة عازلة وتبقى أراضي لبنان محتلة. الشغلة الثانية اللي أكيد يعني بلبنان راح يصير ملح أمر ملح للبحث على الطاولة السياسة الدفاعية والاستراتيجية الدفاعية، لأنه بعد نهاية الحرب في غزة نحن راح نروح على مشهد جديد في المنطقة، مشهد جديد في الصراع العربي الإسرائيلي، في العلاقات الإقليمية، في العلاقات الدولية، في مشهد جيوسياسي جديد ما بيصير من كنش جاهزين على الطاولة نحن بخيارات لبنانية، خيارات لبنانية، خيارات لبنانية بتراعي مصلحة لبنان، وأهم أنه يكون لدى الدولة في لبنان تصور عن سياسة دفاعية، والجيش بيقوم بأعداد استراتيجية دفاعية بناء على السياسة الدفاعية. برأيك لهالسبب المفاد الفرنسي بهيدا التوقيت، توقيت المشتعل بالمنطقة، إجا ليقلن للبنانية عملوا رئيس وخليكم تكونوا جاهزين بأي مفاوضات قد تحصل؟ لكن أول أو أنه فرنسا عم تبحث عن زيارة المفاد الرئاسي الفرنسي، أولا هي حاجة فرنسية، فرنسا تبحث عن دور، يعني مش تبحث عن إعادة ترميم صورة فرنسا، صورة الرئيس بعد الانحياز يعني غير المسبوق. عم بحاول يرجع رغم أنه الدبلوماسية الفرنسية يعني مثل ما بقولوا كان عندهم موقف أكيد، وطبعا شاف تاريخيا فرنسا أبدا ما كان موقفها هيك، شاف كمان الاجتماع السياسي في فرنسا يعني عم تدفن كل مسار سياسي لفرنسا لديغول، عم تدفنوا بمواقف يعني شعبويه، وبدنا ناخذ بعين الاعتبار في فشل فرنسي كبير، يعني عام 2023 كان هو فشل ذريع للدبلوماسيه الفرنسيه اللي خسرت فرنسا نفوذها بثلاث دول بالساحل الافريقي، وعم نشهد اليوم مين عم يحل محل روسيا، صحيح. تقوم محل فرنسا. إذا زيارته بالأول لترميم الدور الفرنسي، يعني على الصعيد الرئاسي لن يكون إلى أي مردود. هو بيعرف أنه نوال، خلينا نكون بديش زكى كثير، خلينا نكون صريحين، بعد كل المسار لنا سنة وشهرين تقريبا، صحيح، مش هيك؟ فيش بدون رئيس، في فراغ. خلينا نكون واضحين، إذا ما صارش اتفاق أمريكي سعودي إيراني لن يكون هناك رئيس جمهورية. نعم، بلاشوا الفرنسيين بيعرفوا هلق الأولوية إجا، هو شو حاطت أولوية؟ أولوية إجا أنه لا يحذر من الوضع بالجنوب، أنه ما نروح على حرب إقليمية واسعة لأنه فيها دمار للبنان، والنقطة الثانية تمديد لقائد الجيش. نعم، وهون كان اجتماعه مع الوزير باسيل عاصف، حينما قال له الوزير باسيل أنه هيدا بخالف تدخل بالشؤون، تدخل وإذا مخالف للقوانين، وإذا بدك من مر على هذا الموضوع لنشوف مين عم يخالف القانون بهذا الموضوع. هل اللي عم يطرح تمديد لقائد الجيش عم يخالف، أم اللي عم يعرقل تمديد الجيش هو عم يخالف، ولا عم يعرقل تعيين رئيس أركان، واللي عم يطرح تعيين قائد جيش يعني وزير الدفاع عم يطرح، إذا بنراجع إحنا قانون الدفاع، ولكن صلاحيته قائد الجيش اليوم أنه بالمادة 56 وزير الدفاع. لا، ما هو أن يكلف في نيونس بسيط بالموضوع. أولا نحن بحالة حرب أم لا دخليك؟ طبعا بحالة نحن بحالة حرب غير مباشرة عمليا، يعني نحن على حافة الدخول بحالة حرب غير مباشرة. تعرف تأخير التسريح هو من صلاحية وزير الدفاع بحالات الحرب،
نعم. إذا ما بيقوم بالطلب بالتمديد لقائد الجيش هذا في إخلال بواجباته الوظيفية وزير دفاع. نص قانون الدفاع أنه بحالة وحدة طبعا من تأخير التسريح، في تأخير التسريح لأسباب واحد من الأسباب إذا الجيش عدم تغيير القيادة أثناء الحرب، إذا نحن بحالة حرب أو نحن بحالة إعلان طوارئ أو مكلف الجيش بقضايا ذات تبع أمني. الجيش مكلف بالأمن بلبنان ونحن بحالة تقريبا حرب غير مباشرة، لا يبقى بيمتنع من هذا واجب قانوني، واجب دستوري. بعدين الطرح انه من حدد بعين قائد جيش، بعين قائد جيش الاكبر سنا. طيب يكلفه طبعا، هو راح يكلفه طبعا، يكلفه بقياده الجيش. هو عضو بالمجلس العسكري، انت بتعرفي تركيبه المجلس العسكري نوال. تركيبه المجلس العسكري مؤسسي، المجلس العسكري عنده استقلاليته عن الجيش. يعني اللي بحق لهم من اعضاء المجلس العسكري بالامره على الجيش هن قائد الجيش، رئيس المجلس العسكري ورئيس الاركان. باقي الاعضاء واللواء المطروح ما عنده صلاحيه، اللواء ما عندوش صلاحيه الامره على على الجيش. كيف بدك تقترح تعيين او تكليف قائد جيش ليس لديه الصلاحيات او الأمرة على الجيش؟ نعم. كيف؟ نحن بالوقت المتبقي يعني بعرف انه حضرتك اسمح لي بانهي بهيدا الصورة، يعني بعرفك من مدرسة كمال جنبلاط، نحن خمسة كانون عشية ميلاد المعلم كمال جنبلاط يلي هو كمان القضية الفلسطينية كانت بكيانه وبجوهره وبكتاباته وأيضا بأدائه، وهو شهيد القضية الفلسطينية وكمان بالجامعة اللبنانية حضرتك كمان وبالمسار الإصلاحي يلي حمله كمال جنبلاط. شو عندك كلمة عشية هذه الذكرى؟ عشية هذه الذكرى أنا بتوجه للبنانيين بغض النظر عن انقساماتنا العمودية وغيرها والسياسية، أن نعود إلى كمال جنبلاط، العودة إلى كمال جنبلاط، تدريس الفكر السياسي لكمال جنبلاط في المدارس والجامعات. ليش؟ كمال جنبلاط نموذج كمال جنبلاط كرجل دولة. نحن محتاجين اليوم لرجال دولة، يعني بما يتطابق مع نموذج كمال جنبلاط، رجل دولة لديه رؤية، رجل دولة يرسم سياسات من أجل مصالح الشعب اللبناني وليس من أجل المصالح الخاصة. العودة إلى الفكر السياسي لكمال جنبلاط، تدريسه. كمال جنبلاط بنى رؤيته لتطوير النظام السياسي في لبنان، النظام الطائفي، ليكون نظام قائم على المنافسة السياسية، على المواطنة، مش على التقسيمات الطائفية والمحاصصة الطائفية. لا يعطي أمل لهذا الجيل الجديد اللبناني لينخرط بالحياة السياسية وينخرط بالعمل بالشأن العام. كمال جنبلاط فهم القضية الفلسطينية، فهم الصراع الفلسطيني على حقيقته، وكمال جنبلاط حذر من أطماع إسرائيل، وحذر من طبعا عدم رسم أي سياسات دفاعية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. العودة إلى كمال جنبلاط العروبي، كمال جنبلاط فهم العروبة ليست كقومية متشددة ومنغلقة على نفسها، فهم العروبة كرابطة حضارية. كمال جنبلاط وأخيرا كمال جنبلاط مرتكز الفكر السياسي تبعه هو الإنسان. نعم. العودة إلى الإنسان، إلى مصالح الناس، إلى نعطي الناس الفرصة ليتطوروا على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي، للانخراط بالشأن العام. ولا يمكن إزالة هذه إذا بدك أزمة الثقة بين المواطنين في لبنان وبين الدولة بدون العودة إلى هذا الفكر السياسي اللي بيركز على لبنان، على الإنسان، على مؤسسات الدولة. كمال جنبلاط وصل لمرحلة يقول أنه كل المؤسسات الدولة وكل المؤسسات بالمجتمع المدني هدفها الأول والأخير الإنسان. نعم. الإنسان. لذلك نحن بنقول بهالذكرى هاي نتوجه إلى جميع اللبنانيين. كمال جنبلاط رافق صعود الجامعة اللبنانية وطبعا قاتل من أجل قيام الجامعة العربية والجامعة اللبنانية. اليوم هي مئات الآلاف من الطلاب تخرجوا من أهلهم كان لم يكن يملكون الموارد المالية الكافية ليروحوا على الجامعات الخاصة، تخرجوا من الجامعة اللبنانية وعملوا هذا الارتقاء الاجتماعي
والاقتصادي الكبير في لدى عائلاتهم ولدى الأسر، وتقدموا وصاروا بأعلى المراكز. الجامعة اللبنانية أمانة كانت عند كمال جنبلاط، وهيك استمر طبعا وليد جنبلاط، وهيك راح يستمر تيمون جنبلاط في حمل هذه الرسالة الإنسانية، رسالة المبادئ، في حمل القضية الفلسطينية وفي إعلاء شأن الإنسان فوق كل السياسات والانقسامات. نعم، شكرا. أنا بدي أشكر حضورك دكتور وليد صافي الأستاذ الجامعي والكاتب، شكرا لمقربتك أيضا المحلية وبما يتعلق بتطورات الحرب على غزة. شكرا لك. شكرا لك ولكل المشاهدين. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.